انتماء المسيحي. هلا اذا بدنا نحكي بمسلسل الاحداث ونشوف كيف صرنا عم نتدرج من سيء الى أسوأ، وردات الفعل على طول غائبه او خجوله، وانا هون رح اسرد بسرعه انما عم يعني اكثر عم بشير لردات الفعل اللبنانيه، مش بس شو عم بصير بالعالم. اول شيء نعرف كلنا انه صار في مجموعه احداث من اول ما يسمى بالربيع العربي، وتعرضوا المسيحيين بأشخاصهم، برجال دينهم، بكنائسهم، دور عبادتهم، تماثيل، الأيقونات، لتخريب وتدمير وحرق. لو وصلت القضية صار في خطف وقتل رجال دين، منهم الأب فادي مراد، الأب فادي حداد، والأب فرانسوا مراد. ومردات الفعل يعني صار يطلع بعض التقارير على بعض وسائل الاعلام العربيه والمحليه، منهم الاو تي في اللي اليوم بعد عم تعمل برامج مخصصه بهذا الموضوع، كان هالقد حجم رده الفعل. بعدين صار حادثه اختطاف المطرانين يلي تزامنت كمان مع مخطوفي اعزاز. وقتها تكتل التغيير والاصلاح قطع جلسته الاسبوعيه، توجه لدير البلمند وعمل اجتماع هناك مع البطريرك اليازجي. صار في بعض الأداديس مفرقة معدودة على أصابع اليد، وما صار في التحرك اللازم والصوت الصارخ حتى من أصحاب الكنيسة المعنية، من أصحاب القضية المعنيين مباشرة. وبالمرحلة ذاتها قضية أعزاز، مخطوفي أعزاز، تحركت لأنه كان في ناس بالشارع عم ينزلوا يحركوها ويتحركوا ويتظاهروا، وما انتهت هيدي القضية للأسف. وتما حدا بعتقد منا مخشوش يعني الا باختطاف الطيارين التركيين، هو الشيء الوحيد يلي ادى الى اطلاق مخطوفي اعزاز يعني. فانتهت هيدي القصه من دون تبع اعزاز، من دون ان تحل قضيه المطرانين، لانه بعده التحرك بشانهم والمطالبه باطلاق سراحهم خجول. طيب وقعت حادثه معلوله الاولى، صار الاعتداء يلي صار. وقتها صار في ردة فعل منا، انا عملت مؤتمر صحافي ب8 ايلول، وجهنا كتاب للامين العام للامم المتحدة وللاتحاد الاوروبي ولمجموعة دول وسفراء اجتمعنا معهم بلبنان للمطالبة بتحييد معلولة وحمايتها ووضعها بالتراث العالمي. وقتها اذا بتتذكروا انا يعني مش رغبتي انه اسرد، لانه هلا جمعنا شوي اليوم قديه صار في ردود فعل على ب9 ايلول على المؤتمر الصحفي اللي انا عملته ب8 ايلول بموضوع معلوله. بس هيك بلمحه سريعه منشوف كيف وسائل اعلام، اعلاميين، نواب مسيحيين، رؤساء احزاب مسيحيين بالمباشر تناولونا. مثلا ب9 ايلول بالسفير جعجع اطراف تتاجر بمعلوله واتهام النصره حكي. هيدا مثلا بالنهار وبالسفير مجرد حكي ودعايه منظمه، ووجود المتطرفين هناك هو مجرد تفصيل في مسار الحركه التاريخيه الاصلاحيه عم تشهدها المنطقه. بعدين هون تلفيقات وتخيلات، هيدا نائب مسيحي قال هيدي تخيلات وتلفيقات، قضية لعبة سخيفة ومتاجرة رخيصة، وسيلة إعلامية. النظام يقف مباشرة وراء هذه الأعمال، ما يحصل في معلولة هو من تخطيط النظام وفبركته وتنفيذه. كاتب صحافي معلولة بخير، وسائل اعلام فبركت مئات الروايات، هون ذاكرين الاو تي في ان الاعلام البرتقالي حول ما زعم انه يجري في معلوله. يعني ما بنخلص من تعداد. عم بقول هالشيء بس انا لانه اذا بننكر وجود مشكله كيف بدنا نعالجها؟ مش قبلانين انها موجوده. فهيدي مشكلتنا الكبيره. اجا من بعدها احداث كمان عديدة، وبتعرفوا بالحسكة، بالرقة، بالقامشلي، بدير الزور،
بحلب، بالقلمون مؤخرا بدير عطية وغيره، ونعمل اللقاء المسيحي المشرقي يلي حضرته 12 كنيسة، مثل فيه 12 مطران مثلوا هالكنائس، شخصيات لبنانية مسيحية وشخصيات عربية مسيحية، وزراء ونواب عرب مسيحيين مرموقين اجوا خبروا شو عم بصير عندهم، وطلع وثيقة بعتقد ما بتنال من احد، بالعكس بمعناها المشرق الواسع، حكيت عن الدولة المدنية وحكيت عن حقوق المسيحيين بالوجود بالاول وبحرية معتقدهم وممارسة ايمانهم، وبالموضوع اللبناني كانت اكثر من فتحة تجاه الاخر، حكيت بتحييد لبنان وبقانون انتخابي بأمن المناصفة ورئيس قوي. طلع نايب وقتها يقلنا هيدا مؤتمر التآمر على المسيحيين، تخيلوا 12 متران وكنيسة كل هالشخصيات، العماد عون وشخصيات لبنانية وشخصيات عربية كلهم عم يتآمروا على المسيحيين بأنهم عم بيعملوا ومن نائب مسيحي الكلام كمان، تنقول انه هيدا الشيء كله بدل ما نعمل جهد مشان على القليل نحكي عن هالأحداث اللي عم بتصير، بغية منعه واستفاقة للضمير العالمي بأنه ليكو شو عم بصير، منروح من عكسه منخرب على الكلام يلي عم بصير بأنه مش عم بصير شيء. وقت حتى بعض رجال الدين فاتوا بقصة أنه مش عم بصير شيء بمعلولة. لو وصلنا لواقعة الخطف الأخيرة، هذه الواقعة ما في حدا يقول ما صارت، لأنه اجوا ابرزوهم للرهبات بشريط مسجل على التلفزيون، وشي منيح انه صار في اعتراف بانه حصلت. هلا جربوا يستغلوا بهاليومين انه ايه هن ضيوف ورح يطلعوا بعد يومين، وهيدي مش قصة خطف، هيدي قصة حماية لهم، بس شي منيح انه الكل حتى قائد القوات قال لا بدنا حماية لو مأخر لو، بس منيح عظيم انه نبلش نعترف بوجود هالمشكلة. إنما اليوم الاعتراف بوجوده ومجرد الكلام عنه ما عاد بيكفي، لأنه مجرد حصول هالواقعة هيدا شيء كتير خطير. أول شيء إنه عملية استسهال خطف 12 راهبة ومدني معهم، هالاستسهال هيدا بإعلان الناس عن نفسهم وتسليم تسجيل مصور ومطالبة بمقايضة 1000 معتقل مقابل، معناتها هون الناس هلا في كتار صاروا بيعرفوا من اني. تخيلوا لا سمح الله لو القضية معكوسة، انخطف 12 رجل دين لا سمح الله، مش 1000 مرة، مليون مرة ومليار مرة، مش لح يصير هالشي، لأنه بعرف ما حدا على القليل مسيحي حقيقي بيقبل يقوم بهيدا الشي. بس تخيلوا شو كان صار بالعالم، هالعملية الاستسهال بخطف رجال الدين وإبرازهم، الوقاحة والفجور أكتر، وهذا الأخطر بأننا نبرزهم على التلفزيون وما نعترف حتى من خلال إبرازهم بمهيتهم من أني مش قبلانين بهندامهم بزيهم بلباسهم، فبصير التلاعب فيه، مش قبلانين بأسمائهم، يا راهبة يا محترمة بنعيط لها يا حجة، مش قبلانين بعلامة انتمائهم اللي هو صليبهم على صدرهم، مش قبلانين نحمله شلولهم ياه بينزعوه عنهم. تخيلوا ومرة تانية مليون مرة لا سمح الله يحصل هيدا الشي كان بتجاه رجال دين مسلمين، شو كان صار بالعالم؟ نتذكر كلنا سوا حادثة الإساءة يلي قام فيها كاتب داني ماركي من خلال كتاب له عن النبي، تعرفوا شو صار بالعالم كله سوا، كيف تحرك العالم كله سوا. ونحن هون صارت عنا غزوة الأشرفية على السفارة الدنماركية، ونقال عنهم وقتها أنهم حلفائنا وما حدا يقرب صوبهم، إنما الواقعة بخمس شباط 2006 قدي كانت فاقعة بالمشهد اللبناني تجاه كنائس لبنانية وأبنية باللبنانية، لأنه عم يتعدوا على سفارة بمنطقة الأشرفية. ونحن اليوم في 12 راهبة مختطفة، ما في صوت عالي كفاية عم بيحكي بموضوعهم. هلأ شو اللي لازم نعمله
وتما يساء الفهم بأي شكل من الأشكال إنه عم نحكي عن ردات فعل مماثلة يلي شفناها، لأنه برجع بقول لا طبيعتنا ولا بينوجد مسيحي حقيقي ممكن إنه يأذي أو يعتدي على غيره نتيجة اعتداء بتم عليه. ولكن القصة على القليلة ما بتستاهل صلوات جماعية، تحركات سلمية شعبية مسالمة، صراخ عالي، بعتقد انها بتستاهل. انا ماني عم شير هون لحدا شو بده يعمل، لانه بعرف انه في كتير ناس عم بيحكوا بدءا بالبابا فرانسيس يلي هو البابا الكبير المأمول كتير منه بالمرحلة الجاية لبطرك الموارنة لبطرك الأرثوذكس. بس بعتقد نحنا كمان كسياسيين مطلوب منا تحرك استثنائي غير عادي، بالحد الأدنى انه يجتمعوا سياسيين اللبنانيين مسيحيين بدرجة اولى ومسلمين بدرجة تانية مع كل الكنائس تيقولوا كفى، صوت واحد صارخ يقولوا كفى، بعدين يتشكل وفد يروح يزور الدول يلي داعمة هالجماعات الإرهابية وعم تمولهم ويحطون قدام مسؤولياتهم، ويزوروا الدول بالعالم يلي في يكون عندها تأثير على هالدول الداعمة والممولة للجماعات الإرهابية. لأنه لما دولة بتمول ناس بيعتدوا على رجال دين بهيدا الشكل، ما ممكن تضل هالدولة ما حدا عم بيقلها ستوب، حدا عم بينبهها على اللي عم بتقوم فيه من دعم لهالجماعات هيدي. وبمرحلة تانية، هذا بمرحلة أولى بالحد الأدنى، حدا يفكر يعمل هالشي. وبمرحلة تانية نبلش نفكر أول شيء ونخطط تاني شيء وننفذ ثالث شيء، بأنه إذا هالعمل هيدا ما توقف شو لازم نعمل، من مقاطعة بضائع لمنع دخول أشخاص مش مرغوب فيهم. بعطي نحن لبنان قطع علاقاته مع ليبيا بسبب قضية كتير مهمة، هي قضية الإمام المغيب موسى الصدر. كل لبنان قطع علاقاته مع دولة عربية لأنه ما رضينا بهيدا الشيء. اليوم خطف مطرانين و12 راهبة واعتداء على مئات الكنائس وأحراقها وأيقونات تكسيرة وتمثيل للعذراء وللقديسين، ما بيفترض هيدا يعني أي إجراء دبلوماسي سياسي وصولا لأي ضغط مشروع مشان وقف مسلسل هالتعدي هيدا. هلأ يعني رب قائل يقول انه نحن مسيحية لبنان بالكاد حاملين قضايانا متحملينهم، كيف بدنا نحمل قضايا غيرنا؟ او رب معتوه يقول انه هيدا دعاية ودفاع عن نظام بطاش عم بيبطش بشعبه عم بينحمى بهيدا الشكل. بس انا بقول انه في ألف سبب وسبب لأنه مسيحيي لبنان يكونوا رواد القيام بهيدا الشيء، كواجب مش كخيار. هيدا واجب علينا مش خيار لقلنا منفكر فيه أو لا. أول شيء لأنه هيدا واجب أخلاقي ديني إنساني مبدئي وما في نقاش عليه. وتاني شيء لأنه هيدا دور مسيحيي لبنان كل أمرهم وهيدا أقدامهم وتميزهم. ثالث شيء لأنه نحن ما بيجوز أن ننكفئ بتفكيرنا بوجودنا ببقعة جغرافية. نحن دورنا ورسالتنا رسالة التبشير بطال الآخر. كيف بقى المسيحي المشرقي أن نكون نظهر برا لبنان تندافع عنه وعن قضاياه، ولأنه عم ندافع عن حالنا وعن وجودنا، ولأنه هيدي قضية مسيحيي الشرق قضية لا بالمصلحة ولا من الناحية المبدئية بسوى نكون نحنا مش بقلبها، لأنه هيدي صارت قضية كبيرة لا يمكن تجاوزها بعد الآن. وبعدين نحنا منتفاعل ومنفعل مع مسيحيي الشرق، نحنا جزء منهم وهن جزء منا، وإذا تحسننا وضعنا بيتحسن، إذا وضعنا سيء وضعنا بسوء. إذا اعتقدنا أنه نحنا يعني فينا ما نحكي عنهم، هن فكروا انه نحن ما بنحكي عنهم بينتهي وضعهم. واذا الاخر الغير فكر انه نحن ما بقى فينا نحكي عنهم، ما بقى عندنا القدره نحكي عنهم، بينتهي وضعنا نحن.
في هالقد ارتباط وترابط بين بعضنا انه ما فينا نفكر انه هيدي قضية بتخصنا او ما بتخصنا. وبالنهاية لانه كمان سكوتنا عن وجود مجرد الوجود مسيحي حر بالمنطقة هو مؤشر كتير خطير على سكوتنا عن دورنا بالاول بلبنان وعن وجودنا تاليا ولاحقا بلبنان، لانه دورنا الاساسي اي مؤشر لاي تنازل او مساومة عليه هو علامة شهدناها بعد التسعينات وشفنا شو عم بتكلف اليوم عملية استعادتها. فأي إشارة ومؤشر من هالنوع لا يجب أن تعطى، لأنه حقيقة نحن مش هيك ولا منفكر هيك ولا منتصرف هيك ولا منريد هيك. هلأ هيدا موضوع حجمه بعتقد أنه بيتطلب وحدة مسيحية حقيقية لبنانية مشرقية عالمية، وما بيحمل انقسام عليه، لأنه لازم بعتقد المسيحيين يتوحدوا حول الأخطار الكبرى والمصائب الكبيرة يلي عم تقع عليهم، حول القضايا المصيرية. ومثل ما قلنا قضية مسيحيي الشرق قضية صارت بحد ذاتها، صارت ملف كبير إقليمي دولي فاتيكاني روسي عربي محلي كاثوليكي أرثوذكسي، بكل تشعباته صار قضية كبيرة لا يمكن لأحد تجاوزها. ونحن عم نشتغل باتصالات وبتحركات تكون قضية بمصاف القضايا الكبرى يلي بتعيد رسم النفوذ داخل الدول وخارجها، وكل خريطة القوى وتوزعها اللي عم بيصير بالمنطقة يكون هذا الملف أحد صانعيها ومكونها. فما بيجوز نكون عم ينعمل هالجهد يلي في مصلحة كل المسيحيين وكل المسلمين بالمنطقة، يكونوا عم يجوا مسيحيين لبنانيين عم بيعكسوه وعم بيخربوا عليه وعم بيشتغلوا ضده من خلال تسخيفه وتشويه ما عم بيحصل، وانه هيدا كلام وضعه بخانة الدعاية والمتاجرة السياسية. ويمكن هيدا تكون فاتحة للاتفاق على القضايا الكبرى الداخلية بلبنان، لانه كمان نحن بحاجة الى وحدة مسيحية حول قضايانا الكبيرة الداخلية بلبنان. مثل ما بيسوى نختلف على القضايا المحيطة فينا الكبيرة، تجربة اللقاء الأرثوذكسي ما كانت مشجعة، اتفقنا بالأول واختلفنا، مش اختلفنا، انسحب البعض من هيدا الاتفاق لاحقا. هلا ما لازم هيدا الشيء يتكرر، لأنه بعتقد كمان في ملف جديد مطروح قدامنا وهو ملف الانتخابات الرئاسية، وواجب علينا كمسيحيين نتفق على مسلمات فيه بالحد الأدنى. بعد في حدا اليوم مسيحي مسؤول أو مواطن في يقبل أنه ما يجي رئيس مسيحي قوي؟ والتعريف الرئيس المسيحي القوي يمكن بده محاضرة وحده، بس ما بيضيع قوي بطائفته، هيدا القوي أكيد قوي بشخصيته قوي بوطنيته قوي بفكره، كله مهم وضروري وأساسي، ولكن الأهم أنه يكون قوي بطائفته بجماعته، مش ضعيف بجماعته بيسعى دائما لإرضاء الآخرين على حساب جماعته بدل إرضاء جماعته لمصلحة الآخرين ولمصلحة الوطن. ما بنقدر نروح بتفكير إنه رئيس اليوم لبنان بعد بيحمل رئيس مسيحي غير قوي، وبعتقد هيدي مسلمة فينا نتفق عليها وعلى تعريفها وعلى تحديدها وعلى احترامها. وفينا نقول انه ما بتعني شخص واحد، في الاقوى ايه، بس عم نقول رئيس قوي. اكيد الشيء الطبيعي انه يكون الاقوى، ولكن تما نقول انه قضية لا خاصة ولا فئوية، هيدي بتخص كل المسيحيين وكل اللبنانيين، لازم يكون اتفقنا لانه على رئيس قوي. كل الكلام اليوم اللي عم ينحكى انه بدنا نثبت نزول كل النواب المسيحيين الى الجلسة كواجب والتخاذل عنه وعدم الاقدام عليه هو جريمة، انا بقول اليوم المشاركة بالاتيان برئيس مسيحي ضعيف هو الجريمة. فاذا فكرة انه نلتزم بالنزول الى جلسة المجلس النواب
لضرورة انتخاب رئيس جمهورية فكرة قد تكون جيدة إذا ما تم الاتفاق على رئيس قوي والتزموا الكل بهالمعيار، وساعتها ينترك المجال للرئيس القوي للخيار لإله. إنما أي استحقاق اليوم بده يستخدم لاستعادة قوة وحقوق المسيحيين مش للمزيد من أضعافهم، هونيك بتكون الجريمة اللي عم ترتكب. وبعتقد أنا إنه فينا نعمل عليها اتفاق هيدا الموضوع، وفينا نتوحد كلنا حول هيدا المفهوم وكتار معنيين فيه. ومناسبة مثل ما قلنا لنعيد الوحدة من القضايا الخارجية الكبرى إلى القضايا الداخلية بلبنان. وشكراً.